نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض. مصر تدين إقرار الكنيسة تشريعاً يحظر عمل أونروا، وتؤكد رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وتصفية حق العودة. عشرة الشهداء والمصابين والمفقودين في مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. 3 عصراً بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بحضراتكم. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فعاليات النسخة 8 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يقام بالرياض تحت شعار أفق لا متناهٍ، الاستثمار اليوم لصياغة الخد. يشهد المؤتمر حضور قادة عدد من دول العالم، ويستقطب أكثر من 5000 مشارك، فضلا عن 500 متحدث من صناع السياسات والتنفيذيين والمستثمرين وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار، حيث يتناول عبر أكثر من 200 جلسة موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية وغيرها من الشواغل العالمية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. خلال هذا الاجتماع عرض وزير الإسكان موقف الخطط التسويقية للوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم إسناده من مشروعات للعديد من شركات التسويق العقاري بكل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العالمين الجديدة والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وغيرها. وفي ختام هذا الاجتماع أشار وزير الإسكان إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية المنفذة من جانب الوزارة والمطروحة في كل من مدينة العالمين الجديدة ومشروع أرابيسك بسور مجرى العيون من غير المصريين، حيث اشترى الوحدات عدد كبير من مواطني دول الخليج. أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هجرية اعتبارا من غد الأربعاء حتى السبت الموافق 6 نوفمبر المقبل. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغب التقدم لحج القرعة إما عن طريق التقدم الشخصي لأقسام الشرطة أو أونلاين عن طريق موقع وزارة الداخلية. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية، التقديم اعتبارا من الأربعاء 30 أكتوبر 2024 حتى السبت 16 نوفمبر 2024 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن.
تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. لا شريك لك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر آداء فريضة الحج لهذا العام على من لم يسبق له آداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. لك والملك لا شريك لك. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. أدانت مصر إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة أونروا، وأكدت أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه. واعتبرت مصر تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية حق العودة. وطلبت مصر المجتمع الدولي بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر زوم المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سيد عدنان أبو حسن. سيد عدنان، بداية، كيف ترى هذا القرار الإسرائيلي بحظر أونروا؟ ماذا تريد إسرائيل فعليا من خلال اتخاذ هذا القرار؟ يعني هذا قرار غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ العمل الأممي بين دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة أيضا أممية تقريبا عمرها من عمر دولة إسرائيل. هذا القرار يهدف إلى شيء واحد فقط، وهو تصفية الأونروا تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، اعتقادا من في إسرائيل بأن تصفية الأونروا سينهي هذه القضية وبالتالي ينهي مفهوم الحل السياسي وحل الدولتين وحل وموضوع تقرير المصير. القرار خطير للغاية لأنه من شأنه أن يكون له عقبات وخيمة على العمليات الإغاثية والإنسانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وبالذات قطاع غزة حيث الأونروا هي شريان الحياة للعمل الإنساني والإغاثي هناك والتعليمي والصحي وكافة المجالات. تقريبا نحن لوحدنا في قطاع غزة، لدينا 13,000 موظف، لدينا عشرات أيضا المراكز، أكثر من 300 مدرسة، لدينا أكثر من 100 نقطة طبية متنقلة وعشر عيادات مركزية لا زالت تعمل. يعني منع الأونروا من العمل أو دفع العملية الإنسانية التي تقوم بها الأونروا إلى الانهيار سيكون له نتائج وخيمة وغير مسبوقة. قانونيا وتشريعيا سيد عدنان، كيف يمكن للكنيست اتخاذ هذا القرار، قرار بيخص كيان تابع لمنظمة أممية؟ للأسف هم تعاملوا معنا كأن نحن منظمة يعني ضمن القانون الإسرائيلي. يعني إلغاء الأونروا واليونيفيل يجب أن يطرد، الأمين العام للأمم المتحدة ممنوع أن يدخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مفوض الأونروا ممنوع. يعني هناك طريقة تفكير غريبة بصراحة، كل شيء للشطب والإلغاء والطرد والمنع. بالنهاية الأونروا هي منظمة أنشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم تنشأ بقرار من إسرائيل، لذلك ستواصل العمل. في إطار القانون الدولي، ما هي الإجراءات التي سوف تقومون باتخاذها خلال الفترة القادمة؟
الموضوع أصبح أكبر من الأونروا. الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريس قال اليوم بأنه سيتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضعها في صورة ما يحدث. الوضع نعم خطير وغير مسبوق على الإطلاق. نعم أشكرك جزيل الشكر، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سيد عدنان أبو حسنة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أثار إقرار إسرائيل قانوناً يحظر على الأونر والعمل في إسرائيل والقدس الشرقية أثار ردود أفعال دولية أدانت هذه الخطوة، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن مشروع القانون. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلاده تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع وتطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق. في تصعيد غير مسبوق وسط اعتراضات دولية وأممية، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. أقر النواب القانون بغالبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، كما أن ثمة نصا ثانيا تم تبنيه أيضا بغالبية كبيرة بواقع 87 صوتا مقابل 9 أصوات، يحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع أونروا وموظفيها، ما من شأنه عرقلة أنشطتها إلى حد كبير، وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقرارهما. القرار أثار موجة من الغضب والاعتراضات الدولية، جاء أولها من مفوض الأونروا فيليب لازاريني الذي أكد أن هذا الحظر يخلق سابقة خطيرة ويشكل الحلقة الأخيرة في حملة مستمرة لتشويه سمعة الوكالة. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فاعتبر أن القرار ستكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين ويضر بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسلمي والأمني في المنطقة. بريطانيا رأت القرار خاطئا تماما، فيما انتقدت ألمانيا بشدة الحظر الإسرائيلي على أنشطة أونروا وأن هذه الخطوة ستجعل عمل أونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا. النهج ذاته سارت عليه أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا التي أدانت في بيان مشترك هذه الخطوة واعتبرتها سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة. التشريع يستهدف عمليات الوكالات في القدس الشرقية ومن بينها التعليم والرعاية الصحية والنظافة في أحياء بعينها، وقد تعرضت الأونروا لاتهامات من الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عدد من موظفيها في أحداث 7 أكتوبر من عام 2023، وتكبدت أونروا خسائر فادحة حيث قتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضرر أو تم تدمير ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي.
أثار قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل أونروا موجات من الاستياء العام وردود فعل عربية ودولية كبيرة وسط تخوفات من تفاقم الوضع الإنساني للفلسطينيين. من جانبه شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا على أن التشريع مخالف للقانون الدولي ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر ستعمل مع إدارة الرئيس جو بايدن حتى اللحظة الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه موقع أكسيوس الأمريكي أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز عرض مقترحا جديدا في اجتماع عقده مع نظرائه الإسرائيليين والقطريين في الدوحة يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 28 يوما مقابل إطلاق سراح 8 محتجزين. وذكر الموقع الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق جزئي من شأنه أن يكسر الجمود الذي دام شهرين في محادثات وقف إطلاق النار ويعيد إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا ويحسن الظروف الإنسانية في غزة ويطلق سراح بعض المحتجزين في القطاع. وقد رجح أكسيوس ألا يحدث أي تقدم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. استشهد أكثر من 77 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أنه لا يزال العشرات من الفلسطينيين تحت الأنقاض وتتواصل مناشدات أهالي الحي للمساعدة بالبحث عن ناجين أو جثامين الشهداء من تحت الركام في ظل عدم تمكن الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم. تكون من 4 قوابط عدد من الشهداء عشرات الشهداء وعشرات النازحين قاموا. يستعد مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة لمواجهة موسم جديد من المعاناة حيث تزداد أحوالهم سوءا يوما بعد يوم في ظل تدهور الوضع الإنساني وتفاقم الأزمات بفعل الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل. اضطر هؤلاء النازحون لمغادرة منازلهم بعد تدميرها خلال عمليات القصف المتواصلة التي لا تزال تخلف دمارا هائلا وأعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.
مع دنو فصل الشتاء يواجه هؤلاء النازحون مصيراً صعباً في خيامهم التي تفتقر لأبسط وسائل الحماية. هم أناس يبحثون عن مأوى يحميهم ودفء يقيهم ومجتمع دولي ينصفهم من عدوان مستمر، لكنهم إلى اليوم لم يجدوا سوى البرد والصمت. لكن صموداً من نوع خاص ينفرد به أهل غزة في مواجهة المستحيل كان له كالعادة رأي آخر. ها هنا محاولات متواضعة للحصول على قليل من الدفء من مبادرة خيط وإبرة لصنع ملابس شتوية عبر إعادة تدوير أقمشة البطاطين. قدوم فصل الشتاء للمرة الثانية والناس بدون أي ملابس وما في أي ملابس دخلت البلد، فإحنا حاولنا وفكرنا مالياً إحنا كيف ممكن نوجد حل لعدم توفر الأقمشة، فطلعنا بفكرة إعادة تدوير البطانيات الحرارية لملابس شتوية. عملنا ترنجات أطفال من عمر 3 سنوات ل 14 سنة، عملنا بلايز هودي للشباب وللبنات، عملنا ترنجات من أكثر من 14 سنة للشباب. يتطلب العمل جهداً شاقاً إذ تتم الحياكة بشكل يدوي، وفي ظل غياب الكهرباء لا يتسنى لهم توليد الطاقة إلا باستخدام دواسات دراجة متصلة بحزام ماكينة الخياطة الخاصة بهم. أطفال رضع وفتيان ونساء حوامل ومصابون ومرضى ومسنون ممن يكابدون مرارة العيش في خيام النازحين في عموم قطاع غزة، يترقبون فصلاً آخر من البرد والخوف وسط غياب أبسط مقومات الحياة في مشهد يزيده الصمت الدولي قسوة. إن سنة نازحين وزيادة، إيش علينا شتاء وهي إيش علينا كمان شتاء، وهلقيت مع الناس يعني أي يعني الملابس ما في ملابس شتوية بالمرة، لا في السوق ولا ألبس البنت المريضة اللي عندي كمان، والمعابر مسكرة ومش عارف، اضطريت إني أخذ الغطاء البطانية إني أعملها لبس لبنتي عشان تتدفى، لأنه ما إذا أنا استحملت البرد هي ما بتستحمل البرد. العائلات النازحة في جميع أنحاء غزة ستكون خلال فصل الشتاء أمام خيارات جميعها كارثية، الغرق في مياه الصرف الصحي أو الغرق بالمد والجزر. لذلك تأمل هذه النظرات الشاردة، لسان حالها يقول: هل سنموت من البرد أم من البحر أم من القصف؟ تستمر قوات الاحتلال في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها ضمن نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ولا زالت المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيب مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ننقل لكم الصورة. اليوم بعد 4 أيام من التعنت ومنع قوات الاحتلال لدخول المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم، 4 أيام من المنع التام، ثم بعد ذلك يوم واحد فقط دخل فيها 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية. اليوم يعتبر دخل أكبر عدد من الشاحنات خلال هذا الأسبوع، حيث دخل منذ صباح اليوم 97 شاحنة محملين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وغيرها من اللوجستية التي يحتاجها القطاع. لكن قوات الاحتلال تمنع دخول المستلزمات الطبية، فتم رفض اليوم 10 شاحنات من هذه المستلزمات. بالإضافة لذلك أيضا يعني دخل 11 شاحنة من الوقود، منها 7 شاحنات للسولار و4 شاحنات للغاز، لكن لم تفرغ حمولتها إلا شاحنتين فقط من الغاز وعادت إلى الأراضي المصرية. بالإضافة لذلك أفرغت ما يقرب من 35 شاحنة حمولتها من المساعدات في الناحية الأخرى. أما باقي الشاحنات فما زالت أمام معبر كرم أبو سالم في انتظار إما أن تدخل إما أن لا تدخل. لكن المجهودات المصرية بشكل عام لا تتوقف، فكنا رصدنا منذ يومين بالطبع
يعني الهدنة المصرية التي عرضها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي هدنة لمدة يومين مقابل تبادل 4 من المحتجزين في مقابل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. لكن بالطبع لم يلقي يعني كالعادة قوات الاحتلال ما زالت يعني حتى الآن تعرقل إما إجراءات الهدنة أو حتى دخول المساعدات الإغاثية، بالإضافة لاستمرار القصف المستمر واستمرار منهج الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحديدا ضرب شمال قطاع غزة واستهداف بيت لاهيا وجباليا حيث ارتفع عدد الشهداء برقم كبير خلال اليومين الماضيين، وأيضا استمرار منع دخول المساعدات الطبية إلى المستشفيات داخل شمال قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى. أولادك صايرين أشلاء، لجيراني قالوا لي أولادك أشلاء. قصف وطيران وحرب يعني دمار شامل. أعلنت السلطات اللبنانية عن مقتل 63 شخصا وسقوط عشرات الجرحى في سلسلة غارات مكثفة شنها الطيران الإسرائيلي على مدينة بعلبك وبلدات أخرى في الجنوب. ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن إسرائيل شنت 30 غارة مستهدفة مدينة بعلبك بغارتين، وأشارت الوكالة إلى أنه تم استقبال الجرحى في مستشفى دار الأمل الجامعي ومستشفى بعلبك الحكومي. لبنان ينزف تحت وطأة تصعيد إسرائيلي عنيف لا يهدأ ولا يتوقف، حيث أودت غارات إسرائيلية بحياة 60 شخصا على الأقل في قرى بشرق البلاد. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارات المتتالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدن وبلدات محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، حيث أدت كذلك إلى إصابة 58 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض ما زالت مستمرة. الغارات الأخيرة جاءت بعد نحو شهر من تكثيف الضربات الجوية التي استهدفت مواقع في الجنوب والشرق اللبناني، وصولا إلى مدينة صور حيث قتل 7 أشخاص في هجمات فجر اليوم. ومن ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، وأوضح حزب الله أنه قصف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ، واستهدف شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة، كما استهدف للمرة الرابعة تجمعا لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة برشقة صاروخية، وتجمعا بين مستوطنتي المنارة ومرجليوت، فضلا عن استهداف مستوطنة كريات شمونة. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تخصيص 530 مليون دولار لتسريع تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر المعروف بالشعاع الحديدي ليتمكن من اعتراض القذائف التي يطلقها حزب الله. هي ظروف صعبة يعيشها الشعب اللبناني في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يخرق المواثيق والقوانين الدولية يوما بعد يوم ويزيد من أزمات المنطقة. أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان في معلوت ترشيحة شمالي إسرائيل، وأضاف أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا إثر سقوط الصاروخ هذا. وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل وتم اعتراض بعضها. قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إن مفاوضات وقف الحرب في لبنان وصلت مراحل متقدمة. أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات جارية بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين للتوصل إلى وقف الحرب.
أعلن حزب الله انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له ليخلف حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر. هذا وكان نعيم قاسم يشغل منصب نائب الأمين العام لحزب الله منذ عام 1991. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني أن طهران تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200%. كانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن طهران تدرس كل الإمكانات المتاحة للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي تم السبت، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما صاروخيا على إيران للرد على الهجوم الذي شنته إيران في مطلع أكتوبر الجاري. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن عبرت أجواء مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل قبل أن تسقط في منطقة مفتوحة. وأفادت القوات الإسرائيلية في بيان عسكري أن صافرة الإنذار انطلقت في عسقلان بسبب العبور، ولم يبلغ عن وقوع إصابات إثر هذا الإطلاق. قتل شخصان في غارات إسرائيلية على سيارات قرب قرية النزارية السورية عند الحدود مع لبنان. وبحسب وسائل إعلام سورية تستخدم هذه المنطقة للتهريب والتنقل بين لبنان وسوريا عبر طرق ترابية. وذكرت وسائل الإعلام أن طائرات إسرائيلية استهدفت معبر جوزي القاع في ريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية للمرة الثانية خلال 3 أيام، ما تسبب في أضرار كبيرة. في الأزمة الأوكرانية قتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم على خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. أفاد رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى، وأكد أيضا أنه تم تدمير منزلين في حين تعرض نحو 20 منزلا آخر لأضرار متفاوتة، مشيرا إلى أن المسعفين يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه صرح أكثر من مرة أن علاقة روسيا مع كوريا الشمالية ليست سرية بل علنية وواضحة. كما صرح لافروف أن كوريا الشمالية لا تنتهك أي حكم من أحكام القانون الدولي، وأنها فقط تريد تبادل تقديم المساعدة في حال تعرض إحدى الدولتين المشاركتين في المعاهدة لهجوم عسكري. فيما يتعلق بعلاقاتنا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، قلنا بالفعل أكثر من مرة إن المعاهدة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية ليست سرية بل هي علنية، وقد تم نشر النص الكامل. إنها لا تنتهك بأي حال من الأحوال أي حكم من أحكام القانون الدولي، لأنها تفترض من بين أمور أخرى تبادل تقديم المساعدة في حال تعرض إحدى الدولتين المشاركتين في المعاهدة لهجوم عسكري. لذا فإن موقفنا هنا صادق وواضح تماما.
أعلن النائب بالبرلمان الكوري الجنوبي لي سيونغ كون أن هناك معلومات استخباراتية تؤكد أن جنرالات من كوريا الشمالية قد يذهبون إلى الجبهة الروسية مع أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أكد البنتاغون أن كوريا الشمالية قد أرسلت 10,000 جندي إلى شرق روسيا للتدريب، وهو ما يزيد عن تقديراتها التي أشارت إليها من قبل وهي 3,000 جندي. المفاجأة الكورية الشمالية للعالم الغربي خصوصا بالدخول على خط المواجهة في الأزمة الأوكرانية لا تزال حديث الساعة، وقالت المتحدثة المساعدة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10,000 جندي للتدريب في شرق روسيا، وأن قسما منها اقترب بالفعل من أوكرانيا. البنتاغون عدل بذلك تقريرا سابقا تحدث عن 3,000 جندي، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى تعزيز القوات الروسية قرب أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، فيما ذهب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى أن عدد الجنود سيقترب من 12,000 جندي قريبا. واشنطن توجهت بإدانتها وقلقها من التطور إلى عدة جهات، منها الصين التي لديها علاقات مع كل من روسيا وكوريا الشمالية، داعية الصين إلى الإعراب عن القلق. التواجد الكوري الشمالي في روسيا ربما يحدث تغييراً في موازين القوى على الأرض في كورسك الروسية التي تشهد هجوماً أوكرانياً منذ أغسطس، وباتت تسيطر على مئات الكيلومترات المربعة، ولكن عين الغرب على المحيطين الهادي والهندي وأوروبا. أوكرانيا ترى التدخل الكوري الشمالي مواجهة صريحة بين الناتو وبيونغ يانغ، وطالبت بخطة حربية واضحة للتعامل مع الموقف وليس مجرد عقوبات هنا أو هناك. الكريملين نفى التقارير عن نشر قوات من كوريا الشمالية ووصفها بأنها أخبار كاذبة، لكن بوتين لم ينكر وجود هذه القوات في روسيا حاليا، وقال إن كيفية تنفيذ معاهدة الشراكة مع بيونغ يانغ هي شأن داخلي. أما كوريا الشمالية فرفعت شعار أن أي انتشار للجنود سيكون في إطار القانون الدولي دون نفي أو تأكيد للأمر. أعلنت مفوضية الانتخابات في جورجيا أن عملية إعادة فرز أصوات الانتخابات التشريعية ستبدأ اليوم في 14% من مراكز الاقتراع في البلاد. هذا وقد أعلنت السلطات في جورجيا أنها ستقوم بإعادة فرز الأصوات في 5 مراكز اقتراع بكل دائرة انتخابية، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل ولا أسباب هذا القرار. أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية ترامي التي ضربت الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة لوزون مؤخرا إلى 125 شخصا، إضافة إلى إصابة 115 آخرين. أضاف المجلس أنه لا يزال 28 شخصا في عداد المفقودين بسبب العاصفة المعروفة محليا باسم كريستين، والتي تسببت حتى الآن في تشريد أكثر من 935 ألف شخص وتدمير الآلاف من المنازل والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى البنية التحتية. أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن تماثيل أسود كوبري قصر النيل ليست في عداد الآثار المسجلة، وأضاف أن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها فريق العمل من مرممي المجلس تتم بدقة وبحرص شديدين ووفقا للقواعد العلمية والفنية المتبعة والمتعارف عليها، مشيرا إلى أن هذه التماثيل لها قيمة فنية وتاريخية عظيمة، وهي جزء من تراث مصر الحضاري والثقافي والتاريخي.
استقبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، وذلك لبحث سبل تعزيز جهود تطوير العملية التعليمية في المحافظة. وثمن الوزير جهود المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية ولتحقيق التكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح العملية التعليمية. من جهته أشاد المحافظ بالدعم الدائم من وزارة التربية والتعليم من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة. أعلنت أكاديمية البحث العلمي استضافة مصر للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات لعام 2025. تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات في دولة عربية، والمرة الثانية في أفريقيا. استعرض وزير الاستثمار حسن الخطيب مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر أند جامبل مصر مشروعات الشركة الحالية وخططها الاستثمارية بالسوق المصري. وأكد الوزير الحرص على توفير كافة أوجه الدعم للشركة، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على تنفيذ المزيد من الإجراءات لتيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال. تابعت وزيرة التنمية المحلية منال عوض آخر مستجدات التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليزاندرو فراكاسيتي، حيث تطرق اللقاء إلى بعض المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان. كلف وزير الإسكان شريف الشربيني هيئة المجتمعات العمرانية بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، منها وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومشروع التجلي الأعظم ومشروعات مدينة العالمين الجديدة. كما وجه الوزير بتعزيز التواصل مع الشركات العالمية لإقامة مصانع في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات المحلية. قال رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر حاتم الورداني إنه يفخر بالدور المحوري الذي تلعبه أسترازينيكا في دعم السياسات الصحية في مصر وتعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية في البلاد، وقد جاء ذلك خلال تقرير الشراكة من أجل استدامة النظم الصحية وقدرتها على الصمود في مصر ضمن مبادرة الشراكة من أجل استدامة القطاع الصحي كنتاج تعاون متعدد القطاعات بين وزارة الصحة والسكان والشراكة العالمية تحت إشراف كلية لندن للاقتصاد. بصراحة المؤتمر السنة دي شهد انطلاق الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي في مصر، في نفس الوقت مبادرة بداية تحت رعاية فخامة الرئيس، واحنا لقينا ان ده بيتماشى بشكل كبير جدا مع استراتيجية أسترازينيكا في افريقيا ومصر وفي الشرق الاوسط. يمكن المبادرة اللي بتتكلمي عليها هي مبادرة الـ PHSSR او الشراكة من اجل استدامة القطاع الصحي، ودي مبادرة أو مشروع كنا قمنا بيه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من سنتين، وكمان كان معانا لندن بيزنس سكول وورد ايكونوميك فورم ومختلف البرايفت سيكتورز. كان الغرض منها ان احنا بندرس استدامة القطاع، مرونته، قدرته على مواجهة الأزمات، قدرته على تحقيق العدالة الصحية، الفاينانشال أو السستينابيلتي اوف فاندز أو وجود الموارد لدعم المريض المصري. الحمد لله تشرفنا بوجود معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار في اطلاق تقرير PHSSR اللي هو التقرير اللي بقالنا اكتر من سنتين بتشتغلوا بتعاون ما بين البرايفت سيكتور ممثل في شركه استرازينيكا وما بين الدوله المصريه ولندن سكول اوف ايكونومكس الولد ايكونوميك فورم، عشان يكون في تقييم للمنظومه الصحيه المصريه وللقطاع الصحي على 7 محاور، ويكون في توصيات ازاي المنظومه الصحيه في مصر، ايه نقطه القوه اللي فيها، وازاي المنظومه الصحيه في مصر تقوم بمسؤولياتها في
المستقبل. والحقيقه يعني كان جميل جدا واحنا بنشوف ان الرؤيه الصحيه لمصر 2024-2030 تقريبا كان في تطابق في الحاجات اللي التقرير قالها من حيث السستينابيليتي او استدامه القطاع الصحي، التامين الصحي الشامل، اهميه الكشف المبكر عن الامراض الغير ساريه، اهميه التحول الرقمي واستخدام التحول الرقمي في الحوكمه وشفافيه البيانات، وبرضو اهميه الاستدامه والاهتمام بعوامل المناخ كجزء من المنظومه الصحيه. مبادره مكافحه السرطان في افريقيا الحقيقه مبادره مهمه جدا لمصر وكل الدول الافريقيه. المبادره قائمه على 3 اهداف. الهدف الاول هو زياده نسبه التشخيص والمبكر في أمراض السرطان، ودي حاجة مهمة جدا. الهدف الثاني هو كيفية العلاج ومكافحة المرض. الهدف الثالث هو بإزاي نطور من البنية التحتية والكوادر الطبية اللي موجودة في الدول الأفريقية في مصر والدول الأفريقية، ما بين من أول التمريض إلى علاج إلى حتى زيادة الوعي. الحقيقة مصر بما أنها يعني ليها ريادة على مستوى القارة الأفريقية، بدأنا نقوم بخطوات كبيرة جدا في مكافحة السرطان في أفريقيا. من ضمن الخطوات دي أن احنا بدأنا فعلا ندخل أحدث الطرق من خلال الذكاء الاصطناعي، أن احنا إزاي نشخص المرض في مراحله المبكرة جدا، وبالتالي ده بيأثر بالإيجاب على النتائج وعلى كيفية العلاج. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض. مصر تدين إقرار الكنيست تشريعاً يحظر عمل أونروا، وتؤكد رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وتصفية حق العودة. عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين في مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.